كيف تعيش يا مسكين؟ كيف تعيش يا مسكين؟ والمعيشة درس الحين، والمعيشة درس الحين. كيف تعيش يا مسكين؟ والمعيشة درس الحين، والمعيشة درس الحين. كيف تعيش يا مسكين؟ كيف تعيش يا مسكين؟ كيف تعيش يا مسكين؟ كيف تعيش يا مسكين؟ والمعيشة درس الحين، والمعيشة درس الحين. السلام عليكم، جيت اخويا وقفة احتجاجية على هادشي ديال الزيت والسكر وداك الشيء، كلشي غلا خويا، الزيت غلا، السكر غلا، اتاي غلا، كلشي غلا، وحنا منين غنجيبو هاد الفلوس؟ منين غنجيبو هاد الفلوس هادو؟ غنمشيو نسرقو، غنمشيو نكريسيو؟ حنا ما خدامين ما ردامين، حنا الشعب، حنا الطبقة الهشة، منين غنجيبو ومنين غنصرفو؟ حنا يلاه كنتقادو مع الماء ومع الضوء ومع الكرة ومع المعيشة، مع المعيشة ديالنا عباد الله، راه حنا الشعب. رحنا الشعب ديال سيدنا، الله يخلي لنا سيدنا، الله يخلي لنا الاسره العلويه، وحنا تقهرنا من هاد الناس هادو اللي كيزيدوا علينا السكر والزيت واتاي وطيبونا، ما عرفنا كيفاش غنديروا في هاد الشيء هذا. الا بغيتي قرعه الزيت، قرعه الزيت كنتي كتشريها ب 260 ريال، ولينا قرعه ديال الزيت يطرو ديال الزيت ولينا كنشريه ب 20 درهم، باكيه ديال اتاي 20 درهم، كلشي تزاد، كلشي تزاد، المشكل حنا ما خدامينش. حنا راه خدامين ما ردامين، عندنا وليداتنا، عندنا الكرا، عندنا الماء، عندنا الضو، كلشي كيجر، الشكاره، الكتوبه، السيروات، السكر، الزيت، الماء، الضو، كلشي، كلشي تقهرنا، عاونونا واحد شويه الله يجازيكم بخير، رخفوا على المواطنين، رخفوا على المواطنين الله يجازيكم بخير، راه المواطن راه ما كاينش منين غادي يجيب، راه ما كاينش منين غيجيب، واش حنا غنمشيو نسرقوا، غنمشيو نخشيو يدينا في جيب عباد الله، وراه حتى الخدمه راه حنا ما لقيناهاش. رحنا طبنا كنخرجوا نقلبوا على خدمه، كنشوفوا الناس اللي جالسين في الادارات تيقول لك الا بغيتي تعطيني سيفي خاصك تعطيني المقابل، خاصك تدوري معايا، خاصك تدوري معايا، الا انا ما دورتيش معاه ما كاينش الخدمه، ما كاين لا خدمه لا والو. عاش الملك، عاشت الاسره العلويه، الله يجازيكم بخير، رقفوا على الشعب ديالكم، راه الشعب راه ما عندوش مسكين، راه تهلك، راه تهلك، راه دله، راه سخفنا، وراه طبنا، وراه حشومه عباد الله، وحشومه عباد الله، وحشومه، والله ما عندنا عذاب الكر، والله ما عندنا عذاب الكر، وانا ميديا، وانا تقهرت، وتقهرت عباد الله، وما لقيت زيت، وما لقيت سكر، وما لقيت من يوكل ولادي، والراجل ما خدامش، وكيخلي لي الولاد، وعندي ولاد صغار. والزيت زيد، والسكر زيد، والكرا زيد، والمضو زيد، وكل شيء زيد، عباد الله وارحمونا، والله يجازيكم بخير، والمسؤولين، والله يجازيكم بخير، إلى ما رحمونا، رحمونا الله يرحمكم، والله يرحمكم، وارحموا الناس الضعفاء، والناس الضعفاء اللي ما عندهاش، ومنين غتجيب، وأنا ساكنة غير في بيت عباد الله. وراه غير في بيت واحد وليت كنشري جوج دراهم ديال الزيت في ميكا، جوج دراهم ديال الزيت، كنقول لولدي سير جيب لي دراهم ديال السكر من الحانوت، تا هو اللي كيعطي السكر، كان تيعطي خمسة طوبات ولا كيعطي ثلاثة طوبات، اللهم إنا عظم الكر الناس، اللهم إنا عظم الكر، ورحنا حتى لحد ما ملقيناش، وحنا مكرفسين، وحنا ولادنا، حنا والأسرات كاملين. الشعب كله مسكين، الهجة طبقة الهجة مسكين، كل شيء ما عندوش، الناس اللي لاباس عليهم راه واخا تزيد عليه السكر، واخا تزيد عليه الماء، واخا تزيد عليه الضو، ما كاينش شي مشكل، ولكن حنا عباد الله منين غادي نجيبو؟ ومنين غادي نجيبو عباد الله؟ منين غادي نجيبو عباد الله؟ منين غادي نجيبو الزيت؟ منين غادي نجيبو السكر؟ منين غادي نجيبو المواد الغذائية؟ وجاي رمضان عباد الله، كيلو د الحوت، السردين كي وليت ما ب 20 درهم، وما كناكلوش الحوت الابيض، ما كناكلوش اللحم، وغير الزيت والسكر، حتى هو زدتو علينا، حسبي الله ونعم الوكيل، حسوا بالدرويش، حسوا بالفقير، راه حتى انتم عندكم الولاد، عندكم الاسره، عاش الملك، عاش سيدنا، عاشت الاسره العلويه، حشومه عليكم، والله ما قهرتونا، قهرتونا حنا والابناء ديالنا، الابناء ديالنا صغار. الابناء ديالنا صغار مساكن كيعانيو،
كيعانيو فيه صمت، حنا ما خارجين لا نضاربو ولا نعايرو بنادم ولا نقصو من بنادم، حنا مراد، حنا مراد شخصيا مراد، هادشي مردنا. عاش الملك، عاش سيدنا، الله يجازيكم بخير، السي المسؤول الله يجازيك بخير، ودير لنا التخفيض، دير لنا التخفيض في الحليب، دير لنا التخفيض في الزيت، دير لنا التخفيض في السكر، دير لنا التخفيض في الأتاي، دير لنا التخفيض في الخضر. منين غنجيبو حنا هادشي؟ منين؟ منين غنجيبو هادشي؟ منين غنجيبو هادشي الناس؟ كنشوف عائلات مساكن كتجي، كنت ساكن في واحد البلاصة كتجي تدق عليا جارة كتقول لي أختي أعطيني شوية ديال الأتاي، وتا أنا بالدور ديالي كنقول أعطيني شوية ديال السكر. واش عباد الله هادشي كيرضي الحق؟ هادشي حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. تقهرت أنا ولادي، الشعب مساكن تقهروا، وراه تقهروا الناس، وراهم تعذبوا، وراهم تمعنوا، وحنا ما بغينا والو، حنا ما بغينا نديو ديال حد، ما بغينا ننصبوا على حد، بغينا غير ديالنا، بغينا تعالى نكونوا خدامين، تعالى تكون شي وظيفة عندنا، ونكونوا خدامين، ويكون عندنا وريقاتنا، ونشدوا واحد الصالير واخا غير 2000 درهم، ونجيبوا لوليداتنا، نشريو منها زويته، ونشريو منها سكيكره، ونشريو منها بطيطه، ونشريو منها الحيمات. واش فراسكم الشعب مسكين اللي ما عندوش راه ما تياكلش اللحم؟ فين هو اللحم؟ اللحم راه ولا غالي، اش غتاكل هاد السيده مسكينه؟ راه يلاه مسكينه كتمشي تاخذ الفرق ديال الدجاج وتجي في حالتها عند وليداتها. واش هاد الشيء يرضي الناس؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حنوا في هاد الشعب هذا، حنوا في هاد الشعب. اسيدنا الله يجازيك بخير، انت كتحب المواطنين وكتحب الضعفاء، الله ينصرك، الله ينصرك، الله يزيد في مقامك، الله يجازيك بخير. هذوك المسؤولين مساكن الصغار رحمونا، الله يرحمكم، رحمونا، بارك علينا، بارك علينا، رحنا مقهورين، رحنا تعذبنا، رحنا تمحلنا، رحنا تقتلنا، رحنا في حياتنا الشخصيه رحنا ما عايشينش. كنقولوا اللهم الموت، تجيك الموت تمشي عند الله سبحانه وتعالى، ولا تشوف الظلم هذا اللي حنا كنظلمو، ما لاقي زيت، ما لاقي سكر، ما لاقي خضره، ما لاقي لحم، ما لاقي دجاج، كلشي بالتقسيط، تقسيط، تقسيط، كلشي الناس، كلشي الناس، كلشي الناس. اللهم إلا هذا من كره الإخوان، وشكرا لكم الإخوان كاملين، وتحية للسلطة، وتحية لرجال الأمن، كنحبوا الشعب. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.